السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من دروس الفيزياء الخاصة بالضوء ألا وهي العدسات الرقيقة. درس مهم ومهم بزاف، وإن شاء الله ما غاديش تشوفوا الكمالة ديالو في التاسعة ولا في جدع المشترك، غادي تشوفوه في أولى بكالوريا في الدورة الثانية. إذا هو درس مهم، ولذلك شحال من واحد ما كيتابعش ليه مزيان وكيساعد وكيكون عنده نقص. اذا هذا الدرس راه من الاساسيات البصريات في الفيزياء. اذا نبداو بتعريف العدسه. شنو هي عدسه؟ عدسه هي كل ماده تصنع من الزجاج او من البلاستيك وتستعمل في اغراض قد تكون طبيه او في اغراض اخرى هندسيه الى اخره. اذا مثلا انا ارتدي نظارات، النظارات هي من العدسات. لاحظوا عدسة، هاد العدسة اللي كنلبس أنايا الآن هي كانت سابقا تصنع من الزجاج، ولكن الآن ولات كتصنع من البلاستيك. هادي دابا اللي مرتدي ديال البلاستيك. علاش بلاستيك؟ لأن البلاستيك غير قابل للكسر، يعني ملي كطيح الضاطر ما كيطرى ليه والو، كنقولو حنا انكسابل بالدارجة. وشوفوا اذا بينما نظارات الزجاج كان غير كيطيحوا في الارض غير كيتفرتسوا كيولوا بحال الغبره، ما كيعنيش هادو ان النظارات ديالي الا حطيتهم تحت كامي وقلت ليه دوز عليهم راه ما يطرى لهم والو، يطرى لهم ولكن كيصبروا لي الشوك. وشوفوا طيح ليك ما يطرى لك والو. اذا هاد النظارات او هاد العدسات تتميز بتصنيفين، هناك تصنيف هندسي وتصنيف فيزيائي. تصنيف هندسي هو كاين العدسات دايرين بحال هاد الشكل، احنا ما كيبانش لينا هذا بالعين مجرد، لان العدسه كتكون نوعا ما رقيقه، راه كنسميوها عدسه رقيقه. اذا هاد العدسات لاحظوا تتميز بالفوق بحافه رقيقه، لاحظوا عدسات ذات حافه رقيقه يعني من فوق ولتحت رقيق، والوسط سميك. اذا كنقولوا عدسات ذات حافه رقيقه ووسط سميك. نعم، وهناك عدسات اخرى، عدسات ذات حافه العكس. شوفوا كيفاش داير الفوق والتحت، حافه سميكه ووسط رقيق، يعني العكس ديال هذه. عدسات ذات حافه سميكه ووسط رقيق. اذا هادو هما العدسات، وبالفضل العدسات استطعنا اننا نحققوا عده انجازات، مثلا في المجال ديال الفلك او في المجال ديال الطب البصري، وشحال من مشكل تحل باكتشاف هذه العدسات. اذا ضروري خصنا نعرفوا كيفاش كتشتغل هذه العدسات باش نفهموا عده اشياء في حياتنا اليوميه. اذا هذا هو التصنيف الهندسي. اذا الى طلب منك الاستاذ تصنف العدسات الهندسيه كتقول لي حافه رقيقه وسط سميك او حافه سميكه وسط رقيق. ما كاينش حافه سميكه وسط سميك، ما غاديش تكون عدسه دايره بحال البوطو نازله من الفوق لتحت، ما بقاتش مازال عدسه هذه. وشوفوا ما عندناش ذاك الضوء ديال العدسه، وشوفوا باقي مازال غادي تشوفوا ان شاء الله داكشي في الجامعات ديوبتر الى اخره. عفوا. اذا الان هاد العدسات ها هما كاع ذات حافه رقيقه وذات حافه، ايوا علاش نصنفناهم؟ واش هادوك هاد العدسات كيديروا شي خدمه في الشكل وهاد العدسات كيديروا خدمه في الشكل؟ نعم. اذا الى شدينا عدسه ذات حافه رقيقه ووسط سميك وارسلنا عليه حزمه ضوئيه صيفطنا عليه شويه الضوء، كنلقاو ان ذاك الضوء كيتجمع كيتجمع، يعني انه لاحظوا انه رسلنا حزمه ضوئيه درنا قدام عدسه، هذاك الضوء كيتجمع ما كيبقاش مازال كثير كيتجمع، بحال مثلا المكبره كنديرو كنرسلو ليها الشمس في التحت ديال المكبره كنلقاو بقعه ضوئيه. اذا يعني اشنو دار ديك المكبره؟ جمعت ليا الضوء. هاد العدسات كيتسموا عدسات مجمعه، عدسات مجمعه. اذا كل عدسات ذات حافه رقيقه ووسط سميك فهي عدسه مجمعه. لماذا؟ لانها تجمع الضوء. ايوا الا كانت هذه عدسه مجمعه شنو غتكون هذه؟ كدير عدسه مفرقه. اذا عدسه مفرقه. اذا علاش؟ ملي كنرسل لهاد العدسه الضوء اذا كتشتتو، بحال مثلا البروجيكتور كتصيفط الضوء كدير واحد البوله واحد العدسه كتشتت لك الضوء. اذا كنقولوا عدسه مفرقه. اذا عدسه مجمعه تجمع الضوء وعدسه مفرقه. بزاف. اذا
واش انا يا مثلا كفيزيائي واش انا بقى نمسل مسالي كل مره نلقى رسم العدسه ونلقى الفيلي فيها وبزوق فيها لا هذا القوس ديال الكار اذا في هذه الحاله عفوا اذا في هذه الحاله خاصني ندير لهاد العدسه رمز خاصني ندير لها واحد الرمز اذا هادو هما الرموز اذا عدسه مجمعه لاحظوا كيفاش دايره الرمز ديال عدسه مجمعه عدسه مجمعه كنرمز ليها بخط وسهم بهذا الشكل سهم بهذا الشكل واحد السهم يشير الى الاعلى وسهم يشير الى الاسفل هذه هي العدسه المجمعه بينما العدسه المفرقه كيكون السهم معكوس سهم داير بحال هكا وسهم داير بحال هكا اذا هذا هو الرمز ديال العدسه المجمعه وهذا هو الرمز ديال العدسه المفرقه اذا انا برسمت نرسم العدسه على قدها بحال هكا يكفي فقط انني نرسم هذا الرمز ديال الخط ورسم شعاع ضوئي ورسم شعاع ضوئي كيتجمع بلا ما نرسم العدسه كلها وهذا الرمز اسهل في المستوى ديالكم في المقرر ديالكم غادي نقراو فقط مميزات العدسه المجمعه ما غاديش تعرفوا على العدسه المفرقه والبرانسيب ديالها وكيفاش كتخدم لها غير عندكم غير عدسه مجمعه وخصكم تفهموا لي تكنيك ديالها وكيفاش كنحصلوا على الصوره المحصل عليه اذا ملي تعرفنا الان على العدسه المجمعه تعرفنا الان على العدسه المفرقه اذا ياتي المحور الموالي وهي مميزات عدسه مجمعه صافي عدسه مفرقه سليمه منها فقط تعرف عليها باش نعرفوا كيفاش نميزوا بينها وبين العدسه المجمعه ولكن انا غادي نتخصصوا في العدسه المجمعه ونفهموها اكثر من اش كتكون الى اخره اذا هذه المميزات ديال العدسه المجمعه لاحظوا كتميز بالمركز البصري والمحور البصري ضبطه هنبدا معكم مميز مميزة مميزة إذا غنحاول كاع حسب نمسح كلشي ما نديرش كلشي واجد غنمسح لاحظوا تبعوا معايا إذا أول حاجة غنبدا بالرمز ديال العدسة المجمعة الرمز ديال العدسة المجمعة هو كالتالي إذا الرمز ديال العدسة المجمعة كندير خط بهذا الشكل وسهم بهذا الشكل وسهم بهذا الشكل ها هي عدسة مجمعة هاد العدسه المجمعه عندها واحد المركز بنظركم المركز فين هيكون هيكون في الوسط اذا كنشوف الوسط ديال هاد العدسه مثلا الوسط ديالها مثلا 4 غادي يكون هذا هو الوسط وغادي نسميه او اذا هذا هو المركز البصري ما كيهمنيش انا الطول ديال هاد العدسه شحال واش خصني نجبدو ولا ما كيهمنيش اللي كيهمني هو ان قد الفوق قد التحت الا كان هذا 2 سنتيم دير 2 سنتيم كان ولا 3 سنتيم دير 3 سنتيم مزيان هذا هو المركز البصري غادي نفهموا من بعد لاش صالح دابا غير نتعرفوا على المميزات ثم المحور البصري دلتا المحور البصري هو مستقيم عمودي على العدسه لاحظوا ويمر بالاو بهذا الشكل اذا هذا هو المحور البصري اذا ضروري ملي كنرسموا العدسه كنرسموا معاها واحد المستقيم هذا المستقيم هو دلتا طبعا حنا ما كنبقوش نحطوها في ضيمطه هذه في الاول ولات لكم ولكن ملي كنخدموا شي تمرين فيه العدسه كنديروا غير المستقيم دايز لا داعي ان نقوم بوضع ضيمطه بحال الرباط واش مفهوم ثم هناك بؤرة الصورة اف بري وبؤرة الشيء اف مزيان ايوا هنا بشوية بشوية دابا كل عدسة كتميز بواحد الخصائص ديالها مثلا انا واش الا جبت لك جوج عدسات مجمعه واش بجوجهم غادي يديروا لي نفس الخدمه لا يقدر تكون هذيك العدسه مجمعه كتجمع لي الضوء مثلا هنا يقدر تجيب شي عدسه مجمعه خاصها شحال باش تجمع الضوء تجمعه في بلاصه بعيده اذا كل عدسه مجمعه عندها واحد الخصائص ديال التجميع ديال الضوء كاين اللي كتجمع الضوء دغيا كاين اللي خصها واحد المسافه كبيره عاد كيتقاطعوا دوك الحزام الضوئيه اذا شكون اللي كيتحكم في هذا الشيء بؤرة الصورة وبؤرة الشيء إذا بؤرة الصورة كنختاروها كنسميوها إف بدل في هذه الحالة غادي نعتبر أنها جوج سنتيم إذا هذه ندير هنا جوج وهنايا كتكون جوج سنتيم إذا بؤرة الشيء فين كتكون مثلا أنا رسلت الضوء هنا الضوء جاي ليا من هنا إذا هنا كنحط حرف إف حيت كيكون في البلاصة اللي كيجي منها الضوء أما البلاصة فاش كيخرج منها الضوء كنحط إف بري والمسافة أو إف تساوي المسافة أو إف بري واضح إذا غالبا غالبا نتوما في التمارين ديالكم ديما كديروا إف على اليسار إف بري على اليمين ولكن هذا راه
باش نفهمكم واحد المشكل. كاين اللي كيحفظها كيقول لك هنا اف هنا اش تقريب، ولكن لو انني جبت الضو دايز من هاد الجهه ما جاش الضو هنا، تخيل معايا الضو جا من هنا، اذا في هاد الحاله كيولي الشيء هو هو فين بدا الضو، حيت كيتسمى بؤره الشيء، بؤره العدسه، يعني ملي خرجت الصوره كتسمى صوره بؤره الصوره، قبل العدسه كتسمى بؤره الشيء. لو ان الضو جاي ليا من هنا، هاد البلاصه كتسمى بؤره الشيء، يعني هنا فاش خصني ندير اف ولا خصني ندير اف بريم. ما هو متعارف هو انه ديما اللي كيديروا اف عاوي يصيروا اف بريم، ولكن اف كتكون فين كيكون الشيء، الشيء هي فين كيفين بدا الضو، والصوره هي فين خرج داك الضو. واش مفهوم؟ اذا هنا بؤره الشيء باعتبار ان الشيء كاين هنا، وبؤره الصوره يعني ان الضو خرج ليا من هاد الجهه. اذا في هاد الحاله هذا هو مميزات ديال العدسه، ولكن هناك مميزه اخيره، لاحظوا المسافه البؤريه بوتيت اف، اف ميليسكي، مزيان. اذا شنو هي اف ميليسكي؟ اذا شاف الله قال لك الاستاذ اف ديال هذه العدسه كتساوي جوج سنتيم، راه اف هي نيت او اف بريم، بحال بحال غير اف بريم اش كتسمى؟ كتسمى بؤره الصورة. أما من هنا حتى لهنا أش كيتسمى؟ كتسمى مسافة بؤرية. وبدل مثلا أنه الأستاذ يسميها أو إف بريم، بعض المرات كيسميوها بوتيت إف، إف مينيسكيل، داكشي علاش ما تخربقوش بين إف مينيسكيل و إف ماجيسكيل. إف مينيسكيل هي نيت أو إف بريم، يعني أن المسافة البؤرية في هذه الحالة اعتبرت هذا جوج سنتيم، إذا إف هي أو إف بريم. يعني إلا قال لك الأستاذ أرسم عدسة مسافتها البؤرية جوج سنتيم، كتمشي ترسم العدسة وكترسم الخط وكترسم جوج سنتيم هنا، وطبعا إلا كانت جوج سنتيم النور حتى جوج سنتيم غادي تكون قدام، كتحط هنا إف وكتحط هنا إف بريم، والسلام عليكم. ياك؟ إذا مازال نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا مزيان دقة دقة، ما كرهتش أنه نقول لكم واش عندكم شي سؤال دابا، ولكن طبعا راه أكيد أنكم غادي تفهموا مزيان إلا عاودتوا الفيديو مرة أخرى إلا ما كنتوش فاهمين دابا. ثم واخيرا هناك مميزه كتسمى قوه العدسه، هنا بغيتكم تنتبهوا شنو هي قوه العدسه. قوه العدسه نرمز لها بالسي، اذا قوه العدسه سي هي واحد على اف. مثلا شحال المسافه البؤريه هنا؟ جوج سنتيم. إذا قوة العدسة شنو هي؟ هي واحد مقسوم على المسافة البؤرية، ووحدة القوة هي ديوبتري، عندنا واحد الوحدة دايرة بحال رقم 8 ما كاملاش. إذا بغيت نحسب على القوة ديال هاد العدسة، بغيت نحسب على القوة ديال هاد العدسة، القوة ديال هاد العدسة سي تساوي واحد على إف. شحال المسافة البؤرية ديال هاد العدسة؟ اعتبرتها جوج سنتيم، ولكن نعلم جيدا أن جوج سنتيم ماشي هي الوحدة العالمية، إذا خصني نحول جوج سنتيم إلى المتر، اعلموا أن جوج سنتيم تساوي 0.02 متر، يمكن لكم طبعا ترسموا الجدول ديال تحويلات الناس اللي باقي ما حافظش، خصكم تحفظوا الجدول ديال سنتيمتر سنتيمتر، غنحط جوج هنا 0.02. إذا في هذه الحالة كان جي هنا كنقول واحد مقسومة على 0.02، إذا وكنحسب إذا واحد على 0.02 إذا تساوي 50. طبعا إلا درتو آلة حاسبة وشديتو واحد قسمتو على 0.02 هي 50، ولكن شنو هي الوحدة؟ واش غادي نقول متر؟ لا، الوحدة هي ديوبتري، ديوبتري. ودابا كيفاش كتكتب هاد ديوبتري؟ كتكتب بحال رقم 8 ما كاملاش، كدير رقم 8 وكتحبس هنا. إذا ونقول أن قوة العدسة هي ديوبتر. إذا نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا مزيان أش نقصد هنا. إذا هناك مركز بصري أو، محور بصري هو المستقيم المرمي أو، بؤرة الصورة بؤرة الشيء هادو راه كيتعطوا في التمرين. إذا مثلا إلا قال لك المسافة البؤرية جوج سنتيم، راه كدير من هنا حتى لهنا جوج سنتيم، من هنا حتى لهنا جوج سنتيم. إلا تطلب منك قوة العدسة، انتبهوا، إلا تطلب منك قوة العدسة خاصك هو الأول تحول المسافة البؤرية إلى المتر، إلى المتر، عاد كتطبق العلاقة كتقول لي لدينا السي تساوي واحد على إف، إذا السي تساوي واحد على 0.02، إذا تساوي 50 ديوبتري. أحيانا أحيانا الأستاذ يعطي الأمور معكوسة، مثلا نفترض جدالا هاني مثلا غادي نقول لكم واحد التمرين، لاحظ. إذا أحيانا الأستاذ
احيانا مثلا يطلب منك انه لدينا عدسة مجمعة قوتها سي تساوي 25 ديوبتري. كيقول لك يقدر يقول لك احسب المسافة البؤرية، انشئ العدسة او انشئ الانشاء الهندسي لهذه العدسة. اذا مزيان، اذا لاحظوا انا عطيت العكس، عطيتك القوة وقلت لك طلبت منك المسافة البؤرية. اذا نسمي هذا السؤال واحد وهذا السؤال جوج. اذا عطيتك هنايا لاحظوا عطيتك انا المسافة البؤرية وقلت لك حسب لي قوة العدسة. اذا نعلم جيدا اشنو كنعلمو، كنعلمو ان سي تساوي واحد على اف. ولكن تقول لي استاذ حنا كنقلبوا على اف، كنقلبوا على المسافة البؤرية ما كنقلبوش على سي. مزيان، لكن قريتكم ان جدا الطرفين يساوي جدا الوسط، يعني من حقي انه هاد بما ان سي تساوي واحد على اف، حتى اف راه كتساوي واحد على سي. يعني بحال الا جبت اف هنا وجبت سي هنا، وهذه علاقه نقدر نبدل الجوانب كيما بغيت ما دام بيناتهم تساوي. انا جبت اف هنا ونحط سي هنا، اذا اف شحال كتساوي؟ كتساوي واحد على سي. اذا في هذه الحاله غادي نكتب اف واحد على سي، غادي ندير واحد. اذا سي شحال كتساوي؟ كتساوي 25 ديوبتر. غادي نكتب واحد على 25، واضح. اذا في هذه الحاله اف تساوي واحد على سي، اذا اف تساوي واحد على 25 ديوبتري. كنحسب واحد على 25، اذا واحد مقسوم على 25، اذا معليش انا حاسبها بعيده، اذا صفر كندير 10 صفر، اذا 104. اذا اف تساوي 0.04 متر. انا عطيت دابا 25 ديوبتري، المقلوب ديالها كيساوي 0.04 متر. اذا الى حولت 0.04 متر للسنتيمتر كتعطيني 4 سنتيم. كنقول صافي، هاني لقيت المسافه البؤريه 4 سنتيم. دابا يمكن لي نصب العدسه ديالي. لاحظوا ياك دابا لقيت 4 سنتيم، غادي نصب العدسه بكل بساطه. كنصب العدسه المجمعه، ما كيهمنيش هذه الطول ديالها شحال، تكون 4 ولا تكون، ما كيهمنيش. واش مفهوم؟ انا اللي كيهمني هو انه هاد او يدوز في الوسط ديالها. ثم غادي نرسم هنايا او غادي نرسم هنا. طبعا في هاد الحاله غادي نمشي نحسب او اف، غادي ندير لكم هنايا باش يبان لكم. غادي نحاول انا ندير سلم. اذا نعتبر انه ها هي اف 4 سنتيم، وخا انا رسمت جوج سنتيم غير باش يبان لكم لانه مساحه ضيقه. كنحط من هنا حتى لهنا 4 سنتيم، وكندير هنا اف بري، وكنمشي نحسب عاوتاني 4 سنتيم، وكندير اف، ومن هنا حتى لهنا 4 سنتيم. وهاني رسمت العدسه بكل بساطه. اذا مشيتي حتى لسيتي الاسهم هنا، حيت كاين الدراري اش كيديروا، كيديروا خط وكيتساو كيديروا السهم، غادي تمشيو لك شويه النقط. نتمنى انكم فهمتوا مزيان. اذا الان هذا كان كل شيء بالنسبه للجزء الاول من العدسات. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان. نلتقي الى الجزء الثاني ان شاء الله، وهذا الجزء هو اللي غادي يكون تشوفوا فيه كيفاش غنرسموا الصور وشروط غوس الى اخره. دمتم اوفياء، السلام عليكم.